ليش المحتوى القديم كان أحلى من الجديد ولا زال أحلى من الجديد؟ لأن قبل كان الممثل مو حاط في باله أن جمهوره عربي، حاط في باله جمهوره جمهور وطني. الفرق لما تقول عربي يعني الوطن العربي برمته، وطني يعني بس وطنك أنت العربي الوحيد وحده بروحه فقط لا غير، مو سائر الوطن العربي، إنما حصراً بلدك أنت العربي الواحد. فلذلك يتكلم بهموم بلده مباشرة وبلهجة بلده مباشرة وحصرا، وحتى مزاجه ونفسيته مباشرة متصلة فيك. يعني الحين بعطيك مثال، لما تكون أنت ويا أخوك في بيت وقاعدين في بيتكم ويجونكم 5 ضيوف، كل ضيف من بلد، شلون راح تكلم اخوك؟ راح تكلم اخوك بارتياح، ولكن هل بنفس الارتياح 100% لو ضيوف ما كانوا موجودين؟ يعني راح تعمل حسابك، تقول انا قلتها كذا بتنفهم كذا، راح تعمل حسابك. فالتسويق اللي بالقنوات واللي في التطبيقات هو مصمم للهجة البيضاء نوعا ما، فتلقى الكلام صاير، وإن الممثل قال لا أنا بجيب كلمة صعبة من لهجتنا ما حد يفهمها وأنا قايلها مالي شغل، ماشي، بس مزاجك شلون؟ أنت نفسك مزاجك شلون؟ ها يعني قبل خلينا نقول مسرحيات الستينات والسبعينات 100% كانت للكويت، 100% كانت للسوق الكويتي، والثمانينات 100%، فكانت هالعفوية وهالأريحية سر من أسرار نجاحه القوي. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله.